بروتينز. عادة كل الناس بتفكر إذا بلشت تروح على الجيم لازم تجيب بروتين شيكس تصير تاخد عبكرة وبعد الظهر، ولأنه بدها بروتينز أكتر تصير عندها موسلز أكتر. لو كان هذا الشيء صحيح كنت بلا ما روح على الجيم بس بشرب بروتين شيكس بصير عندي عضل. جسم الإنسان ما بياخد البروتين إن إكساس، يعني عنده كمية معينة يلي نحنا منكون كل يوم عم نحصل عليها من يلي عم نكله. سو إذا زدنا هالبروتين شيكس كل كمية البروتين الزايدة يلي أخذها جسمنا رح يكون عم بيطلعها من جسمنا خلال الكلاوة تبعنا، وإذا عطينا جسمنا كمية كتير كبيرة من البروتينز معقول كمان مع الوقت يصير هذا الشيء بروبلم أما يصير إكسترا لود على الكلاوة. فبليز انتبهوا إذا ما كنتوا عم تتمرنوا كل يوم على القليلة ساعتين أما ثلاث ساعات intensive exercise ما دغري تركضوا وتجيبوا بروتين شيكس وتبلشوا تاخدوا منهم.